اخواتي هذا الممر الزجاجي الاول من نوعه باسطنبول، كثير حلو ورائع وتجربه كثير ساحره. هذا رياض داخ، شوفوا لي هذا الفيو. هلا هون نحن بالقسم الاسيوي على، لكن تجربه حلوه. انا اول ما طلعت كان عندي هيك شويه خوف، بعدين عادي والله. ليرة هدول كلهم 140 ليرة من مطعم كتير مشهور كمان اسمه. السلام عليكم اخواتي واهلا وسهلا فيكم، حلقة جديدة واجواء جديدة ويوم جديد. اليوم زيارتنا لمنطقة جديدة كليا في القسم الاسيوي من اسطنبول، تحديدا الى مول اعمار سكوير. يعد هذا المكان هون واحد من ارقى الامكنة والمولات في تركيا بشكل عام. هذا المكان هون مو بس مول، هذا المكان عبارة عن مكان ترفيهي متكامل. موقع هذا المول في القسم الاسيوي من اسطنبول وعطى هاي المنطقة رونق وجمالية كتير كبيرة. هذا المول بيحتوي على كتير من المحلات التجارية العالمية والماركات التركية، وفيه كتير شغلات ترفيهية ممكن تجربوها وتستمتعوا كتير فيها. هلا أول شي تعالوا أعلمكم طريقة الوصول إلى هذا المول، يلا. هلا نحن متواجدين في محطة مجدية كوي، بدنا نطلع على محطة أوزون شاير. هاي محطة المترو بوس، فيكم تجولها عن طريق مترو تقسيم حاجة عثمان، بتجوا من محطة تقسيم إلى محطة مجدية كوي. هاي هي محطة مجدية كوي. هلا بدنا ننطلق عبر المترو بوس. المترو بوس هو الباص الطويل، أنا حكيت عنه سابقا. هلا بدنا نطلع فيه، تركبوا بباص سوتلو تشيشمة. اخواتي الوصول عن طريق المواصلات العامة هو اسهل شيء بالنسبة للتنقلات. هيك بنكون وصلنا الى محطة اوزوم شاير. هلا المول صاير بهداك الاتجاه، مشي الى المول تقريبا 10 دقائق. اللي ما بيحب يمشي في طريقة ياخذ فيها متروبوس او ياخذ مينيبوس ويوصل الى المول، ولكن اللي بيقدر يمشي قريبة مو بعيدة، تقريبا 10 دقائق ل 12 دقيقة بتوصلوا. لا تنسوا بس تنزلوا محطة المتروبوس ماكينة الاسترجاع، هاي الماكينة اللي بترجع لكم المصاري المتبقية. هلا مشان كتير اشخاص سألوني عن ماكينة الاسترجاع، فقط موجودة باسطنبول في خط المتروبوس وخط خط مترو مرمراي، صحيح. هلا هون كمان في عندنا محطة للمترو، هاي المحطة بتجي من منطقة اسكودار، فيكم تنزلوا هون كمان وتمشوا باتجاه المول. اخواتي الطريق مشي من محطة المتروبوس اللي نزلنا فيها الى باب المول 15 دقيقة تماما. اذا كنتوا عائلة لا تجوا مشي، تعالوا عن طريق تاكسي او تعالوا انزلوا في محطة التوني زادة، المحطة قبل اللي نزلنا فيها، ومن هنيك بتاخذوا مينيبوس ووصلكم الى باب المول تماما. هلا تعالوا اعرفكم عليه من الداخل. على فكرة المول كتير هادي وراقي، المحلات اللي فيه وتصميمهم كتير رائع. المول مؤلف من 3 طبقات، في طبقتين علويات وطبقة سفلية، وأجمل ما في المول هو التراس في الأعلى. هلأ شوي إن شاء الله بنطلع عليه كمان ووجيكم الإطلالة الساحرة. المول كمان فيه أكواريوم، فيه تزلج، فيه كتير قصص ممكن تستمتعوا فيها في هذا المكان الجميل. هلأ تعالوا نأخذ لفة فيه وعرفكم على بعض المحلات داخل المول، وبعدين نطلع ان شاء الله على التراس وورجيكم المكان الساحر فوق. على فكرة المول من الداخل كتير كتير ضخم، انتوا برا ما بتتوقعوا انه موجود هاي الطبقات تحت وهي المحلات الكبيرة والضخمة. هذا المول افتتحوه في عام 2017 وكان من اجمل المولات الموجودة في اسطنبول، خاصة في القسم الاسيوي. هلأ احنا نازلين لتحت، تحت في طبقتين، طبقة هون موجود فيها المطاعم والجلسات وفيها بعض المحلات التجارية، وفي طبقة تحت كمان فيها ألعاب للأطفال، فيها كتير أمور ممكن كمان تستمتعوا فيها. المكان كتير جميل تحت وكتير كبير وضخم. شوفوا لي هذا المكان الموجود هون، هذا المكان الملون والجميل بشابه حي بلط الشهير في اسطنبول، وأساسا مول أعمار مستوحى تصميمه من الأجواء الموجودة في اسطنبول، لهيك كتير بتشوفوا عدة ديكورات داخل المول، تنوع كتير كبير، مول كتير جميل، بتستمتعوا بأي مكان حتزوروه داخل المول.
هون مكان كتير حلو خاصة للأطفال. هذا المكان مميز كتير في اسطنبول، أول مرة بشوفه أنا. هذا المكان بيحتوي على الروبوت، روبوت بكل أنواعه بكل أشكاله، بيتفاعل بشكل كبير مع الأطفال مع الكبار. ممكن كمان تزوروه، بتاخدوا بلت من هذا المكان هون، البلت حقه 140 ليرة تقريبا، وبتفوتوا بتدخلوا لجوا. بيستمتعوا الأطفال كتير بالروبوت والتكنولوجيا المتطورة الحديثة. هلا اخذنا التيكت في قلب المول، بالداخل في نقاط بيع كتير كبيره مثل هاي الموجوده هون سكاي فيو. اخذنا كل شخص تيكتين، تيكت للتراس وتيكت للممر الزجاجي. سعر التيكت للشخص المقيم او المواطن 140 ليره، اما الشخص الاجنبي سعر التيكت كامل بيكون 400 ليره. هون داخل المول كتير مثل ما شفتوا بيساووا فعاليات كتير حلوة، مشاهد تمثيلية مثل المسرحيات، كتير بيستمتعوا كمان الأشخاص اللي بيزوروا المول بهي العروض. هون عندكم لوحة تفاعلية، إذا عم تدوروا على محل معين ممكن تبحثوا عنه بشكل مباشر وتلاقوه بشكل سريع. تعالوا هلا ورجيكم، حتى في كل اللغات تقريبا. هلا بناخذ اللغة العربية، تروح على القائمة بتشوفوا شو بدكم بالضبط. في عندكم خريطة للمول، خدمات، سينما، فعاليات، عروض، تسوق، كل شيء موجود هون. بتعرفوا امتى ببلش العرض، امتى فيكم تطلعوا، امتى بينتهي العرض، كل شيء موجود ضمن هاللوحة التفاعلية اللي بتساعدكم داخل المول. شوفوا هون مثلا مواد الترفيه، الشغلات الخاصة بالأطفال. تعالوا رياض، في عندكم هاي الزحليطة نحن بنقلها، في عندكم بولينج، عندكم شغلات كتير حلوة أكتر شيء للأطفال. في عندكم هون البيت المقلوب كمان ممكن تزوروه داخل المول. شوفوا نرجع هيك، عندكم هون المطاعم، العروض، السينما، خدمات، كل شيء موجود ضمن هاللوحة التفاعلية، بتساعدكم بشكل كبير وموجودة بعدة لغات. فإذا زايرين المول أنتوا بكل مكان أو كل ما تمشوا شوي موجود مثل هاي اللوحة التفاعلية، بتساعدكم بشكل كبير. كمان في داخل المول عروض خاصة بالتماسيح، وفي مكان لألعاب الأطفال والترفيه الخاص بالأطفال، بياخذوا على الساعة تقريبا 40 ليرة أو 50 ليرة تقريبا بهذا المكان، مكان ترفيهي خاص للأطفال. هاي اللعبة الخاصة بالتزحلق كمان موجودة داخل المول بهذا المكان، حلوة كتير خاصة للأطفال. هلا أنا داخل المول ما حقدر فوت ورجيكم محلات من المول، محلات كتيرة ومتنوعة، أسعار الألبسة، أسعار الأحذية، أسعار المنتجات بشكل عام كلها غليت في تركيا بشكل عام مو بس باسطنبول. لكن هلا حاليا خاصة الملابس الشتوية عاملين كتير عروض وعاملين تنزيلات عليها، فإذا بدكم تشتروا ملابس شتوية تخلوها للسنة الجاية هاي فرصة لكم. المول كتير كبير، مول هادي، مول حلو. هاي كمان المكان هون التفاعلي حلو كتير للأطفال حتى للكبار عن طريق النظارات اللي بيلبسوها، كتير رائع. كمان ممكن ياخدوا فرصة بتجربة هذا الشيء. هذا المكان هون الخاص بالعطور كتير مميز، وعنده العطور رائعة كتير، اللي بده بيحب ياخد عطر مميز ممكن ياخد من هذا المكان الرائع. شوفوا هذا المحل، هذا المحل صوروا بالرياض، هذا المحل خاص بالأحذية، ممكن تاخدوا عنده أحذية جودتها كتير عالية وماركات عالمية وبأسعار رخيصة. تذكروا هذا المحل سوبر ستيف هيك اسمه، كمان رائع ممكن تجربوا من عنده هاي الأمور. صارنا ماركت إلسي وايكيكي، بشكل سريع بدي فوت شوف الأسعار تغيرت ولا لا. تعال رياض نفوت نشوف الأسعار، أسعار الألبسة كيف صارت. ليه خلينا هون نشوف دغري مباشرة. شوفوا هاي الكنزة 119 ليرة، شايفين؟ في أشخاص بيقولوا لها تيشيرت شتوي كمان. شوفوا هذا البلوز 139 ليرة،
تحسوا وراء يعني. شوفوا الاسعار قديش. شوفوا هدول مثلا، شوفوا هاد 229 ليرة. شايفين الاسعار؟ اسعار مرتفعة عن اول. كل ما تنزلوا على السوق بتلاقوه مرتفع. ليكو هذا عليه تخفيض مثلا، ليكو بس كل شيء عليه اشارة حمراء هيك معناتها تخفيض. صاروا 119 ليرة، 120 ليرة. شوفوا هاي مثلا، ليكو هلا لسه في الشتوي، هلا قريبا حينزلوا الصيفي. هاي 160 ليرة، 159.99، يعني 160 ليرة. شوفوا هذا الشيء اللي مبين مو جديد اصلا، 200 ليرة. خلينا نشوف كمان بعض الاسعار في القسم الرجالي. هاي 100 ليرة. هون البنطلون 200 ليرة. لسه منزلين الشغلات الشتوية موجودة، لكن مو عاملين عروض. انا استغربت يعني، ليك هاي عليها عروض مثلا 230 ليرة. هاي مع عروض. كل دولار تقريبا 14.5 او 14.8، عم يتغير. شوفوا هذا الجاكيت مثلا 350 ليرة. الحذاء 189.90. اسعار كثير مرتفعة انا برأيي، خاصة الشغلات الشتوية بيكون عليها اندريم بهذا الوقت، يا يعني اندريم يعني تخفيض. هاي 280 ليرة. شوف التيشيرتات الصيفية، والله معلش 110 ليرات. في منها هيك اخضر، بعتقد نفس السعر. شايفين هاي التيشيرتات كمان صيفي، ليك هاي صيفي مثلا. كثير بيسالونا عن الاسعار الالبسه، انا دائما كل فتره بحاول اشوف اسعار الالبسه. هي 100 ليرة سعرها. شوفوا هذا مثلا البنطلون الرجالي 200 ليرة. 200 ليرة سعره، بعتقد بيكفي هيك، بس لمحة بسيطة حبيت اعطيكم عن اسعار الملابس. هلا قعدنا نتغدى انا واخي رياض، نستريح شوي. طلبنا وجبة دجاج ووجبة مشاوي ومعهم شوربة واثنين عيران. هدول كلهم سعرهم قديش؟ 140 ليرة. هدول كلهم 140 ليرة. من مطعم كتير مشهور كمان اسمه شوبس، موجود في داخل المول وله فروع تانية كمان. عنده هاي الوجبة الكلاسيكية اللي بيقدموا فيها الدجاج والمكارنة والسلطة والمشاوي. هلا بدنا ناكل ان شاء الله وبعدين نكفي جولتنا. احد الماركات الرياضية المشهورة كمان موجود في مول اعمار. خلينا نكمل بهذا الشارع ورجيكم اياه على الواقع. احنا شفناه من فوق، هلا بنشوفه من تحت. فيه محلات كثير حلوة. شوفوا هذا المحل على يميننا، هذا المحل الخاص بالحلقوم والحلويات، محل كثير حلو وهيك تصميمه كمان رائع. محلات هون والوانها وجماليه هذا الشارع كثير كثير حلوه. الجلسات حلوه، المطاعم جميله، ديكورات هيك مستوحاه من المدينه القديمه لاسطنبول. فهذا الشارع او هذا المكان لازم تزوروه. هذا المكان هون بيحتوي على المطاعم فقط، ما فيه محلات تجارية. هون مكان الأكواريوم كمان داخل مول أعمار. الأكواريوم هي مدينة الأسماك، كتير حلوة كمان زيارتها بهذا المكان. إذا ما زرتوها بغير منطقة ممكن تزوروها في مول أعمار. هالشخص بياخذوا 326 ليرة، ما بعرف ليش 26 بصراحة. على التركي، على المواطن التركي بياخذوا 115 ليرة، أو على المقيم 115 ليرة. كمان ممكن تزوروه وتستمتعوا كتير بالأكواريوم. الأكواريوم كتير حلو ورائع أخواتي. وهلأ من الأكواريوم خلينا نطلع لفوق على التراس ونشاهد المنظر الخيالي
فوق. من هذا المكان هلا بدنا نطلع لفوق على التراس، هذا المدخل هون. تعالوا حتى فيكم تشتروا تيكت من هون، انا اشتريته من غير مكان، فيكم تجوا لهون مباشره وتشتروا التيكت اللي بيطلعك هون لفوق. مرحبا. مش بلدوك صار هون نار دور تانا أوردان دمي. تشكر إدري. أول ما تفوتوا لجوا بتلاقوا الأخ فركان بصوركم صورة، ممكن تاخدوها صورة تذكارية بس لتخرجوا. نيكادر فوتوغراف شكار كان أنا بالمير مع أركداشتر راي. تمام بس نطلع نسألهم. تعالوا هلا بنطلع على الطابق 48، بده ياخذ وقت من هون لفوق دقيقه كامله. بيض دقيقه صورتك يوكاري. تمام تشكر ادريم. دقيقه كامله حياكل وقت حتى نوصل لفوق. لا تنسوا تعقموا ايديكم قبل ما تطلعوا. هي احلى شيء وجود المعقم بكل مكان هون باسطنبول، حتى بالمترويات، حتى بالحافلات، اي مكان بتلاقوا فيه معقم عشان تعقموا ايديكم. اخواتي انا عقمت ايدي بس رياض عم يحمم حاله بالمعقم. هي اثناء صعودكم الى الاعلى في هي الشاشه. هلا هيك وصلنا الى الطابق 48. مرحبا نصر. هلا خلينا نطلع الى التراس. اول شيء بتطلعوا الى هذا التراس الجميل. تعالوا شوفوا هذا المكان اللي له اطلاله رائعه. على فكره هذا المكان من تحت يبين انه مكان صغير وبلور صغير، لكن بس تطلعوا لفوق بتتفاجئوا بهذا الحجم والكم الكبير. تعالوا هلا نفتل فيه وناخذكم جوله. على فكره في شغله كثير حلوه بمول عمار، انه هذا المنظار بكل مكان لازم تحط ليرتين او ليره لحتى يشتغل، الا هون مجانا. حتى بالمكان اللي بتطلعوا فيه بمصاري تكون تحطوا فيه مصاري حتى يشتغل، بس هون مجانا عندنا والحمد لله. عن جد بتشوفوا شغلات كتير هيك حلوه وواضحه بهذا الفيو الرائع. شوفوا هنيك مقابلنا هداك هو مضيق البوسفور. خلينا نفوت ناخذكم لفه ضمن هذا التراس. التراس كثير حلو، مشابه شوي للتراس الموجود في برج تشامليجا. تراس حلو ورائع واطلالته والمكان الموجود فيه كثير كثير حلو. تعالوا نكمل. هذا هو التراس الجميل. شوفوا هذا برج تشامليجا، صورته أنا عند افتتاحه. هذا البرج الرائع اللي كمان له إطلالة خرافية، إطلالة كتير رائعة على معالم إسطنبول. هذا هو مباشرة أمامنا. تعالوا نكمل كمان. فيه كمان هون المكان فيه مرافق، فيه حمامات، فيه كتير شغلات. هون كمان بيساووا ممكن احيانا حفلات موسيقيه ضمن هذا المكان، موسيقى، كتير من الامور ممكن يعملوها. حتى هون في مقهى ممكن تاخذوا شاي، قهوه، اي شيء وتقعدوا على هي الاطلاله الجميله. في مقاعد كتير، في طاولات ممكن تقعدوا فيهم. هلا تعالوا نروح لتحت ونشوف المكان الموجود تحت. هذا هون القسم الثاني من التراس، هذا القسم اللي فيه الممر الزجاجي. اخواتي هذا الممر الزجاجي الاول من نوعه باسطنبول، كثير حلو ورائع وتجربه كثير ساحره لكن بخوف شوي. هلا بدي اخذ رياض غصب عنه طلعوا على الممر الزجاجي، خايف مو قدران يطلع. يلا رياض شرف معي. شجعني يعني. يلا. انا ماني خايف. لا تخاف يا اخي لا تخاف. يلا 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 يا رياض.
كلها الطابع الخمسين، لا 48 طابق. طلع لتحت الرياض، عود عود هون، عود ايه عود عود. ما بخفيكم اجتمعنا اليوم لأجل دايخ شي، طلع تحت شوف اذا بتدوخ. هذا رياض داخ، شوفوا لي هذا الفيو. هلا هون نحن بالقسم الاسيوي على فكره، هذا الفيو هذا المكان هون بالقسم الاسيوي، لكن تجربة حلوة. أنا أول ما طلعت كان عندي هيك شوية خوف، بعدين عادي والله لقيت كل هالازدحام على هذا الممر فطلعت بشكل عادي. إخواتي الإطلالة كتير ساحرة، 360 درجة بشكل دائري حوالين البرج، بيطل على معالم والمناطق الجميلة في اسطنبول. اللي أمامنا هنيك هو مضيق البوسفور، هون على يميننا وعلى يسارنا باتجاه البحر الأسود مقابلنا تماما جزر الأميرات، ما بعرف إذا مبينين عليكم. وهذاك القسم اللي هنيك هو القسم الأوروبي، القسم الأوروبي من اسطنبول خلفنا تماما. هلا احنا القسم الموجودين فيه حاليا هون هو القسم الآسيوي، فيه أبنية وتطور كتير هائل. في بعض الناس بفكر انه القسم الآسيوي هو منطقة عادية او القسم العادي من اسطنبول. القسم الآسيوي منطقة متطورة ومنظمة بشكل كتير كبير، والسكنة فيها والاستثمار كتير رائع. فشوفوا الأبنية، شوفوا الشوارع منظمة بشكل أكبر. ليش؟ لأنه اسطنبول الأوروبية بتحتوي على المدينة القديمة من اسطنبول اللي ما بيقدروا يغيروا فيها شيء، ولكن بس تطلعوا من اسطنبول الأوروبية وحوالين اسطنبول الأوروبية بتلاقوا تطور أكثر. هون المكان مكان استثماري، مكان متطور، مكان رائع كتير. مجمع عمار هو عبارة عن عدة أبنية، في أبنية مخصصة للسكن، في بناء هو عبارة عن فندق، في البناء التجاري الموجودين فيه نحن حاليا اللي فيه المول وهذا التراس، وفي عدة مكاتب تجارية كتير كبيرة. المكان هون أو هذا المجمع بنته شركة أعمار المشهورة، شركة أعمار نفسها الموجودة في الإمارات. هذا المشروع مشروع عربي، مشروع خاص بشركة أعمار الإماراتية اللي لهم برج خليفة، لهيك أنتوا بتشوفوا بناؤه مستوحى كمان من برج خليفة من الخارج، لكن من الداخل مستوحى من مدينة اسطنبول عن جد. وفيه كتير من المعالم الخاصة باسطنبول موجودة بداخله، وفيه كتير شغلات حلوة ممكن تجربوها. على فكرة المول بيطلع على منطقة كتير شهيرة واللي هي منطقة أتاشهير. منطقة أتاشهير صورتها أنا سابقا، منطقة كتير حلوة وعم تشهد تطور كبير. هذا الشارع اللي متواجد فيه المول هون شارع كتير راقي وكتير عم يشهد بناء أبراج وأبنية عالية. شوفوا منطقة أتاشهير اللي مقابلنا اللي فيها الأبراج الجديدة مباشرة، واللي هي اللي حتكون المركز المالي والاقتصادي لاسطنبول. هاي المنطقة عم تشهد تطور كتير رائع، يعني منطقة استثمارية بامتياز. ما شاء الله منظر الغروب كتير كتير رائع من هاي المنطقة. بس بدكم تجوا لهون تعالوا بوقت الغروب، وقت الغروب حتشوفوا فيو كتير ساحر وحلو، حتشوفوا وقت المساء في اسطنبول. وقت المساء الأطلالة بتكون ساحرة ورائعة. اخواتي ولهون تنتهي حلقتنا وجولتنا لليوم، بتمنى تنال اعجابكم. لا تنسوا تعملوا لنا لايك وتعملوا لنا اشتراك وتشيروا هذا الفيديو مع اصحابكم، ونشوفكم ان شاء الله فيديوهات قادمة. والسلام.